بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، ودنا يتكبرات تملكاتو تشاتشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه بي سامنتو كأفريكا تي في باكت تسرجت يميت تلالف الله تشوت ياكنا ملس يتسنى برغرامات شنو يا الله سبحانه وتعالى فقاد هونو سامنت درسو زاريم تغنايتنال يتلايوت ياكيو تشنيزن ودن نانتن كربالن نانتم بنزيت ياكيو تشلاي بكو يهونا ملاشاتشون اندم تسطون تسفان نادرغالن بزوت ياكيو تشيزنال با الله سبحانه وتعالى فقاد كزيهو بستفيت ودى أسرا سامنت ጥያቄዎችን ይዘን እንደምንቀርብ ሁሉ ዛሬም ወደ 18 የሚሆኑ እስላማዊ ወንድም ደግሞ ታሪካዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ይዘን ቀርበናል። በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ የእናንተን ምላሽ በተለመደው ስልካችን እየተሳተፋችሁ እንደምትመልሱ ተስፋ እናደርጋለን። ባለፈው ሳምንት ብዙ ጥያቄዎች ተጠይቀው ምላሽ ያገኙ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ጥያቄዎች በአጠቃላይ እንኳን መዘርዘር ባይቻል በተወሰነ ሁኔታ እየዘረዘርን ስልካችሁን በቃለን። ባለፈው ሳምንት ከተጠየቁ ጥያቄዎች የመጀመሪያው ቁጥር ጥያቄ መልስ አግኝቶ ነበር። አንደኛው ቁጥር ጥያቄ ምንድነው የሚለው በስድስተኛው አመተ ሂጅራ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ ለማድረግ ወጥተው ሳይደርጉ ተመልሰዋል። ያ ዑምራ ምን ተብሎ ይጠራል ይላል። በመሰረቱ ዚጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ድርጊት ያከናወኑት ወይም ደግሞ ይሄንን የዑምራ ጉዞ ያደረጉት እንደ ሂጅራ ቆጣጥር በስድስተኛው አመተ ሂጅራ ነው ብለናል። በስድስተኛው አመተ ሂጅራ ዑምራ ለማድረግ ከወጡ በኋላ حج عمرهون سيادرغو نبي صلى الله عليه وسلم بقريشوش اما كانينت وين بنسو بكل تاجدوا اندي ملسو تجدوا نبر صلوات ربي وتسليماته عليه. نبي صلى الله عليه وسلم يا غزواتشو كنسو غار يادرغوم صحاباوت غزواتشو اند عمره تايتولاتشو نبر مكناتوم ازي غار حصرن يتدرغوت لراساتشو سايهون فلغو يتملسوت بليلا اكل تاجدوا تغاردوا تكلكلوا سلهونه نو نبي صلى الله عليه وسلم نا كنسو غار ينبروا بالدرباوت عمره سيادرغو يتملسوت. يا عمره هديبيا بمبال يترال بتككل تملسوال طياقيو من تبلو يترال يميل نو عمره الهديبيا يا هديبيا عمره بمبال يترال مالتنو. يا عمره لمندنو عمره الهديبيا يتبالو انغدي نبي صلى الله عليه وسلم يتكلكلوبتن بوتا لاي تنترسو نو بزا لاي نو علماوت ويم دغمو سي النبي صلى الله عليه وسلم يو تاريخاتهم يصافو علماوچ هديبيا بمالت يتقروت مالتنا يتاجروبت بوتا هديبيا يميبال بوتا لاي نبر ازا لاي سلتاجدونا ازاو لاي تجدو كذا بهالا سلتملسو عمره عمره الهديبيا تبلو تتقرا مالتنا. النبي صلى الله عليه وسلم هجرا كادرغو بهالا بسدسنياو امته هجرا ياكناونوت يا عمره كنون ويم دغمو يا عمره غزواچو عمرة الهديبية مبال يتوك على مالتنا حشيم. ሌላው ደግሞ የሁለተኛው ቁጥር ጥያቄ ነው። የሁለተኛው ቁጥር ጥያቄም በትክክል ተመልሷል። ሶላተ الاستስቃ ወይም ሶላቱ الاستስቃ የሚባለው ሶላት የሚሰገደው ምን ሲከሰት ነው ይላል። እስኪ ዝርዝሩን መልስበታለሁ። ስልክ መስመር ላይ ስላለ ነው። ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኸይር ወንድማችን አህመድ ከሳውዲ። ጥያቄ አንድና ሁለት አንድ ሁለት እሺ። ከአንደኛው ቁጥርን ጀምር። ያንደኛው ቁጥር ጥያቄ ምን ይላል? በአጥንት ሽንት ማዳረቅ ለምን ተከለከለ? ሀ ጣሃራ ስላልሆነ፣ ለ የማያጠራ ስለሆነ፣ ሀመሩሃ የአጋንንቶች ምግብ ስለሆነ፣ ለ መልስ የለውም። ሀመሩሃ የአጋንንቶች ምግብ ስለሆነ። የአጋንንቶች ምግብ ስለሆነ በትክክል ተመለሷል። ወንድማችን አህመድ ጀዛከላህ ኸይር። ወደ ሁለተኛው ንምጣ። የሁለተኛው ጥያቄ ከቂያማ ምልክቶች አንዱ ዒልም መወሰድ ነው ወይም ደግሞ የዒልም መጥፋት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉት መሰረት ማለት ነው። ጥያቄው ምንድነው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዒልምን እንዴት ነው የሚያጠፋው ወይም እንዴት ነው የሚወስደው? ያው አሊሞችን በምድር ላይ ያሉትን አሊሞችን መሻይኮችን ወደ ራሱ በመውሰዱ በትክክል ተመልሷል። ወንድማችን አህመድ ለተሳትፎ ከልብ እናመሰግናለን። ጀዛከላህ ኸይር ወንድማችን አህመድ።
እና አሁን አንድ ጥያቄ አለኝ ማለት አስተያየት አለኝ። አሃ ያው ይሄ ወቅት የፍራ ወቅት ስለሆነ በእኛ አካባቢ እና ሰዓቱ ምናልባት ከኢሻ በኋላ እንደዚህ ቢሆን የተመረጠ ይሆናል እና ፕሮግራማችሁ በጣም ደስ ይላል። ጀዛኩላህ ኸይር ባረከላህ ፊክ ወለም አላህ ይወዳዳችሁ ፍራችሁን አላህ ይወዳድላችሁ። شكرا لك بارك الله فيك يا منا مسجنا لنا وندمتنا احمد لا تسعفوك لبنا مسجنا لنا جزاك الله خيرا لنا الاهلا بارك الله فيك ليلى سلك هنا بسم الله. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير وندمتنا ندمتنا عبد الله مكر يا كوتر 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 اكثر لنا كوتر اش كوتر 10 እና 11 12 እሺ ከ10ኛው ቁጥርን ጀምር። የእምነት ደረጃዎች ወይም መራቲቡ ዲን የሚባሉት 3 ናቸው። እነዚህ አንተ ቀስ የእምነት ደረጃ አሃ የእምነት ደረጃዎች ወይም ዑለማዎች መራቲቡ ዲን በማለት የጠቀሱት 3ቱን ጥቀስ። እንግዲህ ናፍቁት በአባህ ነው በመረጠኝ ማመን። እነዚህ የኢማን መሰረቶች ናቸው የኢማን ማዕዘናቶች ማለት ነው። አይዋ ሌላ ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት መራቲብ ደረጃዎች በማለት ዑለማዎች ያስቀመጡት አለ። እሺ ወንድማችን አብዱላህ ታቋለህ። እሺ የቤት ስራ ይሆናል እሱ። ወደ 12ኛው እንምጣ። እሺ ወደ 12ኛው سنመጣ የ12ኛው ቁጥር ጥያቄ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎቶች አንዱ አጎታቸውም የጥቢ ወንድማቸውም ነበር። ያም አጎታቸውና የጥቢ ወንድማቸው ማን ነው? ሐምዛ حمزه ابن عبد المطلب بتككل تملسوا على وندماتشن عبد الله لا تصادفوا كلبنا مسجنا لنا جزاك الله خير وندماتشن ارى يعني ياسرنا دموكن منالك ياسرنا ياسرنا ونش موكر يتشانا ايه تناكون نكم اها عندنا ايمان مرجعون لو من دماغتشن إن شاء الله مرجعون لسامنت عدرقان لها لسامنت نقريه يام مرتك إن شاء الله يبيت سراي هنا إن شاء الله خير. جزاك الله خير دماغتشن عبد الله لتسات فوق لبنا مسجنا لن بارك الله فيك. ليلة هنا مسلك بسم الله الله. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير رهتاتشن زهرة أتياك قطر عندك ጥያቄ ቁጥር 1 አፍዋን ተመልሷል 3 5 እሺ ከሶስተኛው ጀምር። የሶስተኛው ቁጥር ጥያቄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁዳይቢያ ዑምራ በመመለስ ላይ እያሉ የወረደችው የቁርአን ምዕራፍ ወይትኛው ምዕራፍ ናት? ሀ ሱረቱ ነስር ለ ሱረቱ ልፈትህ ሀ መሩሃ ሱረቱ ልአንፋል ما سورة المائدة؟ اسكت يا كيف تقولي؟ نبي صلى الله عليه وسلم كهديبيا أمرا ملس لي يالو يوردتشو يقرآن مأراف ويتنيو مأراف نتش ها سورة النصر لا سورة الفتح حمرها سورة الأنفال ما سورة المائدة؟ سورة الأنفال سورة الأنفال باتك كل التمل سمهتاتشن. شي وده أمستنيا وكتر النمتا يا أمستنيا وكتر تياك من الال صلاة وست أكمي كلكلو نقراتوش الال صلاة وست أكمي كلكلو نقراتوش ها مورات لا مساك ها مروها ممجب ما هلوم ملسي هونال كلهم ملسي هنا اللي منه بهاتك كل تمل سؤال. جزاك الله جزاك الله خير هتاعتشن زهراء لا تصادفوش كلبنا مسجنا اللي مبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
እሺ ወደ ጥያቄዎቻችን ዝርዝር እንምጣና የመጀመሪያውን ጥያቄ ዝርዝረን ወደ ሁለተኛው ቁጥር ጥያቄ ዝርዝር ተሻግረን ነበር ሶላት አልኢስቲስቃ የሚሰገደው ምን ሲከሰት ነው የሚል ነው ጥያቄው አንደኛ ፀሐይ ስትታመም ለዝናብ ሲጠፋ የሚሰገድ ሶላት ሐምሩሃ የበሽተኛ ሶላት ወይም በሽተኛ የሆነ ሶላት የሚሰገደው የሶላት አይነት ነው ይላል መልስ የለውም በትክክል ተመለሷል ዝናብ በጠፋች ጊዜ يمسجد صلاة نوم صلاة الاستسقاء مالت متأتن كالله سبحانه وتعالى يمفلق صلاة مالت نوم سكي تزرون ما اللي سبت علم سلك بسم الله يسأل الله نوم هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله خير عندما كان ايه هلو يسمعني يسمعني عندما كان امسانية اياك الشيء عندما كان محمد محمد امين اشي وندماچن محمد امين اشي كصوماليا سنتنيا قطر 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 مرات 15 قطر 15 قطر ليلى الله اه ليلى 6 6 اشي ك 5 قطر نجمل صلاه وسط كميكلكلوا نغراتوچ يلال قدم هتاچن ملسا نبر ها ماورات لا مساق حمروها مبلات ما كلهم ملس يونال كلهم ملس يونال كلهم ملس يونال يميل جزاك الله خير دماچن محمد امين ودا 6 نمطانا 6 قطر طياقي القيروان يتسنج كتما ويت نو يمتگنيو يلال ወንድማችን መሐመድ አሚን ከሶማሊያ ስልኩ የተቋረጠበት ይመስለኛል ወንድማችን ለተሳትፎ ከልብ እናመሰግናለን ተሳትፎ ሂልመድብን የኛ ጥሪያችን ነው ባረከላሁ ፊክ ወንድማችን ከልብ እናመሰግናለን እሺ ወደ ጥያቄዎቻችን ዝርዝር እንምጣና ሶላት አልኢስቲስቃ ማለት አፍዋን አሁንም ስልክ መስመር ላይ ስላለ ነው ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ኸይር ረህታችን እሺ ጥያቄ ሁለት ቁጥር 4 ቁጥር ሁለት 4 ቁጥር ስንት ሁለት 4 ሁለት እሺ 4 ቁጥር ሁለት 4 እንጀምራለን ከቁጥር ሁለት እንጀምር የሁለተኛው ቁጥር ጥያቄ ከቂያማ ምልክቶች አንዱ علم መጥፋት ነው ይላል الله علما انديت نو يمي وسده ويلال عليموتين اندزي يعني ود اخيره بمكتب عليموتين ود اخيره بموسد يوسداچوال بتككل تملسوا الله تاچن صفيا شي ود اراتنياو قطر النمطا يا اراتنياو قطر طياق منيلال الله يمي لو قال هولت غزي تهكتاتلو يمطاو بيتنياو سورا وين بيتنياو معراف وسطناو الله يمي لو قال هولت غزي تهكتاتلو يمطابت معراف ምርጫ የለውም እህታችን እሺ ምርጫ እንርገለተና ሱረቱ ተውባ ሱረቱ الانፋል ሱረቱ الانعام ሱረቱ الاعراف ከነዚህ ሱረቱ الاعراف سورة الأعراف بتككل التملسة مهتاتشن كنزيه كأعرادتو مأرافوش عندونو من البات إن شاء الله يبيت سرعي هوننا لسام منت يمن تأبكي هونا الله تاتشن ليلة تياكينا؟ الشيخ ولتنا ميت أيك أو بمسارتو تقاتشن هنا خير جزاك الله خير هتاتشن صفيا لا تساطفوش كلبنا مسجنا لن بارك الله فيك خير እሺ ወደ ዝርዝር ጥያቄዎቻችን እንምጣ ሶላት አልኢስቲስቃ ዝናብ በጠፋ ጊዜ የሚሰገድ ሶላት ነው ኢስቲስቃ ማለት አስላን ጠለቡ ሱቂያ ሚን አላህ ዐዘ ወጀል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲያጠጣን ከርሱ መፈለግ ኢስቲስቃ ይባላል ማለትም ኢስቲስቃ ማለት ካላህ ምሆን ከማንም መጠጥን ወይም ደግሞ የሚጠጣን ነገር መፈለግ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ሶላት አልኢስቲስቃ بتعريفه الشرعي شرعي بهنا عقل لسو وطلب السقيا من الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى متأتن ويمهن وهان فلقن يمن سجده ويصلاة عينتنا صلاة الاستسقاء مالت
እሺ ወደ ሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ቁጥር ጥያቄዎቻችን እንምጣና የሶስተኛው ቁጥር ጥያቄ አንድ ሰው በሽንቱ ላይ ወይም ደግሞ ሐጃውን በመውጣት ላይ ያለ መፈጸሙ ሐራም የሚሆነበት ወይም የሚከለከሉ ሶስት ነገራቶችን ጥቀስ የሚል ነው ኢንሻአላህ ከስልክ በኋላ እንመለስበታለን ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ እህታችን ሰሚራ ጥያቄ ቁጥር ስንት ሶስትና 18 እሺ 3 እሺ خير ከሶስተኛው ቁጥርን ጀምር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁዳይቢያ ዑምራ መልስ ላይ ያሉ የወረደችው ምዕራፍ ወይትኛው ምዕራፍ ናት ሀ ሱረቱ النصر ለ ሱረቱ الفتح ሐመሩها ሱረቱ الانفال ما ሱረቱ المائده ما ሱረቱ المائده سورة المائدة بتككل التملسة مهتاتشن سميرة الشي وده أسرى سمنتنيا وكتر النمتا أسرى سمنتنيا وكتر تياكي نبي صلى الله عليه وسلم وده سماي بعد الرقوت قزوات شوست كابزو نبياتوش قار سماي وست أتقنايتو نبر كالنزيا نبياتوش سوستون تكاشي نبي الله إبراهيم عليه السلام إبراهيم إيسا عليه السلام إيسا موسى عليه الصلاة والسلام بتككل تمل السؤال لها تاتشن سميرا لا تساتفوش كلبنا مسجنا لن بارك الله فيك جزاكم الله خير بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيء አሁንም ወደ ዝርዝራችን እንመለስ ምናልባት ስልክ ማቋረጥን ከሆነ የ8ኛ የ3ኛው ቁጥር ጥያቄ ነው አንድ ሰው በሽንቱ እየሸና ያለ ወይም ሐጃውን እየወጣ ያለ መፈጸሙ ሐራም የሚሆንበትን ወይም የሚጠሉ ነገራቶችን ሶስቱን ጥቀስ የሚል ነው እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ሰው መጠበቅ ያለበት ብዙ ነገራቶች ብዙ ስርዓቶች አሉ ኢንሻአላህ እነዚህንም በተወሰነ ሁኔታ እየዘረዘረን እንቆያለን ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራም በአፍሪካ ቲቪ በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ የሚገኘውን የጥያቄና መልስ የተሰኘን ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራማችን አላለቀም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመለሰን እንመጣለን መልካም ቆይታ ኢማን ትልቅ ሀብት ነው ትልቅ ሀብት ሊያመልጥህ አይገባም ትልቅ ኒዕማ ነው የኒዕማው ተቋዳሽ ለመሆን መጣር ይኖርብሃል إيمان سيدكم يمجمّر ملكته الوقوع في المعاصي الصلاة والسلام صدق أن بتملكت سنقروا ليلة وكأرتوال لم يستهن كوان يمتها قرصة وقرشة عند صدق أي كوتر لها يسألت أن محابرة سبوتش تبلو يالفو بمولو تاريكات جون سلم ملكت كسيت قارا يالو هيوتاتشو زدقا أقالو علي سونتو علي نكسات ويم وكرات يمي بالنقر متقم ما يفكر اللات ምንድነው ለዮራ በባይ ለምንድነው በበሽታ ደም ነው የተለከፈው ለምንድነው የወሊድ ደም ከኔ እንዲወጣ ያደረገው ብለሽ አላህ እንዳታ ይህ ፕሮግራም በእነዚህ ሰዓታት ይቀርብላችኋል بين السفور وبينك حجب الفخار ودناي تكبراتو تملكاتو تشاتشن كافتا قويتا بوحالا تملسن متنال كافتا قويتا بفيت عند تياكي زن يزرزر النبر عند سو بحاجاو لاي يال متكبري ليلة باتشو نگراتوش من دناحشو بلن تياكي انسوت النبر بتككل تملسوال ودا سوست يميهنو نگراتوش تتكسوال زيگار فقهاوش بمسحافاتو وست ياسكمت اتنت ابال اندوم اند اند باب اند اند كفل تدرغو يتسعف اللت نگر ነው አዳቡ ቀዳኢል ሐጃ
قضان عندسو حاجون بميوت اغيزي متكبر ياللباچون وي متطبق ياللباچون سرعاتوچ بزا بابوست بزا كفل وست علماوچ زرزروال انزيان نغراتوچ كله بتطبق هنيتا عندسو قضاء الحاجه لا يراسو بهون الله سبحانه وتعالى زند اجر اندمياغن مزنغات يلبنم معناتنا اسلمناچن بيتنياوم شريعه غار بميغناني هنيتا عندن سرع يفصمسو اجر اندما ياطا نو ሚያስቀምጠልን ስለዚህ በምን ተገብራቸው ተግባራቶች حتى በራሳችን ወይም ለራሳችን አካል ራሱ ይጠቅመናል የምንላቸው ነገራቶች ንያ بنሰጠውና ንያችን አስተካክነል بنናደርግ አንድ ሰው በሚበላ ጊዜ አጅር ሊያገኝ ይችላል ሽንቱን በሚወጣ ጊዜ አጅር ሊያገኝ ይችላል በሚተኛ ጊዜ አጅር ሊያገኝ ይችላል አንድ ሰው ስሜቱን ለማርካት ራሱ አጅር የሚያገኝበት አጋጣሚ ነው ያለው በእስልምና ውስጥ እነዚህ ነገራቶች ንያችንን በማስተካከል መተግበር መቻል አለብን ለማለት ወዳለም ሌላው ደግሞ አንድ ሰው በሽንቱ ላይ ያለ መከልከል ያለባቸው ነገራቶችንና መጠበቅ ያለባቸውን ስርዓቶች ሁሉ መረዳት መሰል አለበት ለምሳሌ ሜዳ ላይ ከሆነ ወደ ቂብላ መዞር አይቻለም ለቂብላም ደግሞ ጀርባ መስጠት አይቻለም እንዲሁም ደግሞ በሰዎች ፊት ለፊት ሰዎች በሚያዩት ቦታ ሽንቱን አንድ ሰው መውጣት አይቻለም وكذلك እንደዚሁም ደግሞ በዛ ሁኔታ ላይ ያለ ማውራት ማይቻለም ቁርአንን ይዞ መግባት ወይም ደግሞ ያላህን ሱብሃነሁ ወተዓላን ስም ያዘ ቃላቶች እነዚህ ነገራቶች ሁሉ ይዞ መግባትም በጣም የተከለከለ ነው የሚሆነው ብዙ የተከለከሉ ነገራቶችና ብዙ መጠበቅ ያለባቸው ስርዓቶች አሉ እነዚያን ነገራቶች ተገንዝበን ተረድተን በዚህ አይነት ሁኔታ ሀጃችንን መውጣት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ ትልቅ አጅር እንደሚያስገኝ መዘንጋት የለብንም ማለት ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር ቀደም ያልኩት ነገር ነው ማንኛውም ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባለው መሰረት حتى يراسون سميت لماركات ميهون يراسون حاجة لموطات ميهون الله بالو مسارتنا الله باس كمت وي مسلمنا شريعة نبي صلى الله عليه وسلم باس كمت وتمسارت عند سواء ننقر تكبرو كهون نيهون عستكاك لو كهون عجرن ياغن يبتال نزيهن تكاكين يهونو سانناك عجو يمننا غن يحو عجروش نيهاتشنن بما بلاشت مننات عجو اي قبامنا ملاتشو سلك بسم الله يلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير رحتك نفوزيا قطر صوست قطر صوست انا أسر أسر شي كسوستن يون جمر يسوستن يو قطر تياكي من الال صلاة عفوان يسوستن يو قطر تياكي نبي صلى الله عليه وسلم كهديبيا عمره ملسل يالو يوردتشو يا قرآن مأراف ويتن يو مأرافنات ها سورة النصر لا سورة الفتح حمرها سورة سورة الأنفال ما سورة المائدة حمرها سورة الأنفال سورة الأنفال باتك كل آل تمن لسم ما هنم شيء ميم لسم سورة النصر سورة النصر سورة النصر آل تمن لسم ما هنم مهتاجن الشيء وراء أسرين አሽራኝ አስረኛው ቁጥር ጥያቄ እንምጣ አስረኛው ቁጥር ጥያቄ የኢስላም ወይም የእምነት ደረጃዎች ሶስት ናቸው ወይም የእስልምና ሃይማኖት ደረጃዎች መራቲቡ ዲን ዑለማዎች የሚሉት ማለት ነው የእምነት ደረጃዎች ሶስት ናቸው እነርሱን ጥቀሺ እስላም አልኢስላም ኢማን ኢማን إحسان إحسان بتككل تملسوا الله تحكين فوزيا جزاك الله خير لا تساتفوش كلبنا مسجنا لن بارك الله فيك خير جزاك الله خير شي شي ودى زرزر چندان نملس ونمسل لكم اسم الله الله هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله خير عندما تحكين دينا تحكين الحمد لله مرحبا الله يقويك امين امين جزاك الله خير وياك اخي بسم الله يرزقنا امين 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 يهلاچنم الله يرزقنا جزاك الله خير وندماچن ياكي قطر 3 9 ياكي قطر 3 9 اي اشي خير جزاك الله خير وندماچن عبد العزيز قطر 3 من هلال النبي صلى الله عليه وسلم كهديبيا عمره مرسلا يالو يوردتشو يا قران مئراف ويتنياو مئراف نات ها سوره النصر لا سوره الفتح حمرها سوره الانفال ما سوره المائده لا
لا سورة الفتح بتككل تمل صلى الله عليه وسلم عبد العزيز جزاك الله خير شي ودا زت انا نياو قطر طياقي نمطا يزت انا نياو قطر طياقي يمغرب صلاه 3 ركعه كما هونم غار يلال يمغرب صلاه 3 ركعه كما هونم غار اربع كزي تشهد يمنقمطبت اغاطامي يكستال يي اغاطامي انديت ناو يميكستاو ሁለት ረካ ከኢማሙ እናገኝና ሁለት ረካ ከኢማሙ እናገኛለን ምን እናገኝበት እንትናል እሺ ከዚህ በኋላ ሁለት ረካ እኛን እንትናል ማለት ሁለት ረካ ከኢማሙ ጋር አገኘን ሁለት ረካ ከሰገርን ደግሞ አራት ሆነ ማለት ነው እኮ አዎ አራት ረካ ማለት ረካው አራት ሆነ ማለት ነው መግሪብ ደግሞ 3 ረካ ነው 3 ረካ ረካው 3 ረካ ነው እሺ እንዴት ነው የሚያዩት ታህያውን ሁለት ታህያ እናገኛለን ከኢማሙ በደንብ አብራራ ሁለት ረካ ነው ከኢማሙ እናገኘው ላ ከኢማሙ እናገኘው አንድ ረካ ነው ከኢማሙ እናገኘው ታህያውን ግን እናገኘው ሁለት ነው ሁለት ኢማሙ ጋር ማለት ነው ማለት ኢማሙ የመጀመሪያውን ተሸሁድ ተቀምጦ ነው እናገኘው ማለት ነው ላ አይ የመጀመሪያውን ተሸሁድ አዎ በትክክል ማለት በትክክል ተመለሷል ወንድማችን ኢንሻአላህ ጀዛከላ ኸይር ወንድማችን አብዱል አዚዝ ባረከላሁ ፊክ ባረከላሁ ፊክ ለተሳትፎ ከልብና መሰግናለን ወንድማችን አብዱል አዚዝ እሺ ወደ ዝርዝር ጥያቄዎቻችን እንምጣና የሶስተኛውን ቁጥር ጥያቄ አይተን ነበር የአራተኛው ቁጥር ጥያቄ ነበር እስኪ ስልክ መስመር ላይ አለ እንመለስበታለን ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ خير وندماچن محمد امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خير شي وندماچن ايش አራተኛ እና 3ኛ አራተኛ እና 3ኛ እሺ ከአራቱን ጀምር አራተኛ እና 3ኛ ያልከው እሺ ይሁን ወንድማችን መሐመድ አሚን ስልካልቆ መሚያለ ነው እሺ ወንድማችን አሁንም ለተሳትፎ ከልብና መሰግናለን ጀዛከላ ኸይር ወንድማችን መሐመድ አሚን ከሶማሊያ እሺ ወደ ዝርዝራችን እንምጣና የአራተኛው ቁጥር ጥያቄ ነው በኸንደቅ ዘመቻ በመዲናና በጥላቶቹ መሃል ጉርጓድ እንዲቆፈር ያመለከቱት ሰሃቢ ማናቸው የሚል ነው በትክክል ተመለሷል ከፋሪስ አገር የሆኑት ሰልማን አልፋሪሲ በመባል የሚታወቁት ታላቅ ሰሃቢ ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመዲና ውስጥ ያሉ የመካ ቁረይሾች መዲናን ለመዋጋት ሰሃባዎችን ለመውረር ተነስተው በመጡበት ሰዓት ውስጥ ከሌሎችም ሰዎች ጋር በመተጋገዝ በብዙ ሰራዊቶች ከመጡ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጠቀሙት ስትራቴጂ ነው እስኪ ስልክ መስመላለን ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ኸይር ወንድማችን አስራ አንድ ወንድማችን አህመድ እሺ 11 16 እሺ 11 16 እሺ ከ11ኛው ጀምር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍወን የ11ኛው ቁጥር ጥያቄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና እንደገቡ የማን ቤት ነበር ያረፉት አቡ አዩብ አልአንሳሪ የአቡ አዩብ አልአንሳሪ ቤት ነው ያረፉት በትክክል ተመለሷል ወንድማችን አህመድ እሺ ወደ 16ኛው እንምጣ 16ኛው ቁጥር ጥያቄ በቁርአን አስተምህሮ ወልይ ማለት ማን ነው ይላል ሀ ነቢያቶች ብቻ ለ ሰሃባዎች ብቻ ሐመሩሃ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እገዛ የሚፈልግ ما با الله سبحانه وتعالى منو اللهن يتتنققو ويمفروا سووت س ملس يلو اشي بالقران استمهرو ولي مالت انما ناتشو ها نبياتوچ بيچا لا صحاباوچ بيچا حمروها كنبيو صلى الله عليه وسلم اجزا يميفلغو سووت ما با الله يامنونا اسون يتتنققو سووت س ملس يلو نبيو بيتشا نبياتوش بيتشا يميلو بتككل አልተመለሰም ወንድማችን አህመድ ከሱዳን እንግዲህ ምናልባት የቤት ስራ ይሆንልህ አስተያየታለን እሺ እኛ ስለዚህና የተጠየቀን ጥያቄ የተጠየቀ ነው ያን ተጠየቀው አልብትልሽ ያለ
منالك بزوم يتسمعني يدلم عند الماتشن منال بزوم ما والله سامنا كيف تتأيّك أنت ياكي تتأيّك إنه أها منا تأيّك وكت تأيّك أبو خير ترى استعاتنا جزاك الله خير عند الماتشن أحمد كلبنا مسجنا له بارك الله فيك عند الماتشن أحمد كلبنا مسجنا هلن أو نملي لسلك بسم الله الله يلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلكو يتقارض أي مثلا يلو السلام عليكم خير الشي سلكو تقارض ولا وده زرزراتشن النمتام بخندق زمشا نبي صلى الله عليه وسلم خندق قفره نبر زمشا راسو خندق يتبالو يا غرغواد سلا تقفره نو مدينهون مولو بمياكلل هنيتا سلع بميبال ترارا بكل بيچا سيقر معناتنو يانن غرغواد نبي صلى الله عليه وسلم اسقفرو طلاتوچ ودزا اندايشاغرو يتتقموت استراتيجي نبر يانن نجر اندي قفرو ياملكتاچو سلمان الفارسي بمبالي ميتاوك يفارس اجر صحابي تالاق صحابي نبرو بتككل تملسوا عليهم وده امستنياو قطر نشاغرنا يا امستنياو قطر طياقي كبيت سيوطا يميبالون ذكر تقاس يميلنا عند مسلم ملو هيوتون لا الله سبحانه وتعالى مستت يشلال بمياادرغاچونا بمياادرغاچو نغراتوچ كله بمياادرغاچو انكسقاسيو كله باتقالاي يا الله سبحانه وتعالى ما هون يشلال ببيت كبيت سيوطا ود بيت سيغبا مسجد سيغبا كمسجد سيوطا يميلاچو ذكروچ አለ اسكي كافتا كسلك بحالا نملسبتالن الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شي سلكو يتقرط يمسلنيال منالبات دغمو اندميدول تسفا درغالو شي كبيت سيوطا يميبالو ذكر አለ عند سو كبيت سيوطا مندنو مالت ያለበት بتككلت يتملس طياقي ነው نبي صلى الله عليه وسلم بسناتشو وسط ياستمروا النجر نو عند سو كبيت بميوطا غزي الله سبحانه وتعالى ان يطبقو بميلو ذكر اندي مندا الله سبحانه وتعالى زند اجر اندي ياغين ايهنن ذكر ما زنغات يلبتم يام ذكر مندنو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله بالله سمنا موطاو بالله لا يتمكا بالحاتم حيلم بالله بيهون انجي يلني مالتنا ايهنن ذكر بلو ميوطاو كهونا الله سبحانه وتعالى سوني بقوال اسكي كسلك بهلا نملسبتالن يلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خير الشيخاتاتن ጠያቄ ቁጥር 7 ቁጥር 7 ቁጥር 16 ቁጥር 16000 ከ7ኛው ቁጥር እንጀምር የ7ኛው ቁጥር ጠያቄ በመካ መከፈት ጊዜ ከዓባ ላይ ወጥቶ አዛን ያደረገው ሰሃቢ ማን ይባላል? ቢላል ኢብኑ ረባህ بلال ابن رباح بتككل تملسوا الله تاتشن روضا جزاك الله خير الشي وده أسرى سدستن يو النمتا بقرآن أستمهرو وست ولي مالت مانو ها نبيات وش بيتشا لا صحابة وش بيتشا حامروها كنبيو الجزاني ميفلك ما با الله يامنونا الله نيتت أنا كقصوش سملسي اللوم ما بالله يامنونا الله هني تتناققوا سوت بالله يامنونا الله هني تتناققوا سوت بتككل تملسوا الله تاعك الروضه لا تصادفوش كلبنا مسجنا لنا جزاك الله خير هتاعكن وياكم هذا بارك الله فيك ليلى اسالك بسم الله الله هلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته خير الشي هتاعكن اش اهون تطيقوا كان يالكم هذا تقطروا شكيوالو بس فيك سلياتكم اللام فيوت مامن يالكم على 11 المسلي من مين አንተ ጠይቀህ አልተመለሰ እሺ 11 መሰለኝ የ11ኛው ጥያቄ እህ የ11ኛው ጥያቄ ተመለሷል ምን የሚል ነው ጥያቄው ያላህ ወልዮችን ለተሰላ ስለም ያልከመጣለ እሺ ምናልባት ስልክ ላይ ሆነሽ ይሆናል እህታችን ረውዳ መልሳ ነበር እሺ እንደግማለን በቁርአን አስተምሮ ወልይ ማለት ማን ነው ይላል ሀ ነቢያቶች ብቻ ለሰሃባዎች ብቻ حمروها كنبيو الجزاء يميفلقو ما با الله يامنوتنا الله هني تتناققو سوج سملس يلو من 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 ما با الله يامنونا الله هني تتناققو سوج بتككل تملسوا الله تاعكم ليلى
قطر سمنت ليلا قطر سمنت الشي يسمنتني أو قطر تياكي كسورة الفاتحة سموش أنرو صلاة يميلنا لمن صلاة تبلا تتراج الله سبحانه وتعالى عبادة نزل من نارك أه؟ صلاة نايكو من الله سلا عبادة عبادة من نارك مالت بسوا صلاة سلام مسجر مالتنا بتك كل تعمل السؤال لهتاتين جزاك الله خير لا تسافوش كلب بنا مسجل على نهتاتين فاكهة ان شاء الله يطبقك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين وعليك السلام ورحمه الله وبركاته شيء كبيتي وطاي ميبالو ذكر هنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي نزيه ذكر وتراسو بيتجمروا بلاجن يميهونوت يمجمرياو بتشام باقي ليهون يشلال كتلايو بتلايو روايات يمطو نو ሁለቱንም አንድ ላይ ጨምሮ አንድ ሰው ቢል بلاجن يميهونو አንዱንም ቢል بلاجن يميهونو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ان اذى وان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي ان ذين ذكر مزنغات يلبن مالتنا يهنن كبيت بميوطا غزي عند سوبيل الله سبحانه بالله سبحانه وتعالى طبق اسر اندالنا انديهم دغمو بزي اجر لاي تلقن مندا اندمياغني نو نبي صلى الله عليه وسلم يتناغروت ليلو دغمو ከተጠየቁ ጥያቄዎች የስድስተኛው ቁጥር ጥያቄ ነው ምን ይላል ማን ነው ይሄንን ንግግር ያሉት የዑለማዎች ንግግር ነው ምን ይላል ገንዘብ ምንኛ የከፋው ጓደኛ ነው ካልተለየህ እንጂ አይጠቅምህም ይሄንን ንግግር የተናገሩት ማን ናቸው ነው ሀ ሐሰን ሐሰን ኢብኑ ثابت ለ ዑመር ኢብኑ الخطاب هامروها حسن البصري ما ابن الجوزي الى لسكي ازرزرون كسلك بها لنا نملس بتالن يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خير الشيخاتنا عائشه ايوه يا زهره فاطمه كنت تطيقوا على اسم الاستياك لبس من نبر 16 قطر اشي 16 16 قطر ايوه اشي من ميلنا تجويد اشي ما يشي كانون الساكنه ابوها لا شين فيدل كما تا حكمه من ما هون اللبث نو ايوه اظهار من ما هون اللبث اظهار اظهار ايوه بلفو سمنت التملسم زاري مال تملسم طيب اخفى من اللبث من هون اللبث اخفى بتككل تملسوا لهتاچنا عائشة جزاك الله خير طيب زاري دوم ان شاء الله 910 910 من البات كالتملسم الله اعلم اشي هي 9ኛው ቁጥር ጥያቄ ተመለሷል ነገር ግን ዝርዝር ይፈልጋል ነው እሺ ወንድማችን መልሶ ነበር እሺ የ9ኛው ቁጥር ጥያቄና የስንተኛ ነው 10 ተጠይቋል አህታችን በየ 15 እሺ ከ9ኛው ቁጥር እንጀምር የ9ኛው ቁጥር ጥያቄ ቀደም አንድ ወንድማችን መልሶልን ነበር طيب 17 እሺ ወንድማችን አብዱልአዚዝ ቀደም መልሶ ነበር ምናልባት ለመመከር ማለት ነው የ9ኛው ቁጥር ጥያቄ ምን ይላል የመግሪብ ሶላት 3 ረካ ከመሆኑም ጋር አራት ጊዜ ተሸሁድ የምንቀመጥበት አጋጣሚ ይከሰታል ይህ አጋጣሚ እንዴት ነው የሚከሰተው እስኪ ደግም የመግሪብ ሶላት 3 ረካ ከመሆኑም ጋር አራት ጊዜ ተሸሁድ የምንቀመጥበት አጋጣሚ ይከሰታል ይህ አጋጣሚ እንዴት ነው የሚከሰተው ለምሳሌ ኢማሙ በሁለተኛው ረካ ተሸሁድ ላይ ከደረሰ እሱ ተሸሁድ ይቀመጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስተኛው ረካ ከኢማሙ ጋር አሁንም ደግሞ ይቀመጣል አሃ ሌላ ሁለተኛ ይቀራል እንደገና የአራተኛ ደግሞ እሱ አንዱ ረካ ሲጀምር ይቆማል አራተኛው ረካ ሶስተኛው ረካ ሲጨርስ ደግሞ የመጨረሻው ሲቀመጣል በትክክል ተዘዝሯል ለህታችን ጊዜ ለአኺራታችን አይሻ ወደ 15ኛው እንምጣ የ15ኛው ቁጥር ጥያቄ ምናል ሰባቱ አጥፊ ከሆኑ ነገራቶች ሶስቱን ጠቀሺ የህታችን አይሻ ስልክ የተቆረጠ ነው ኢንሻአላህ ምናልባት እንደገና እንደምደውል ተስፋ እናደርጋለን ሌላ ስልክ መስመላለን ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ خير ህታችን ፎዚያ ቁጥር 3 ቁጥር 3 ቁጥር 3 አፍዋን ቁጥር 3 ተመለሷል ህታችን ስንት ስንት 7 7 እሺ
سباتم تملسوا العفوا يتكرر قدرات شيء يأسرى هلتنيا وسوم تملسوا ليأسرى سوستنيا أسرى رتنيا أسرى سبات أسرى سوستنا أسرى أشي أسرى سوستنا أسرى أرات شي يأسرى سوستنيا وكتر تياكي بأهد زمشالي سماعتات هونو ملأكوش بكنفو تشاتشو يتقللو تتلقو صحابا من يبالالو ها أنس ابن نضر لا سعد بن معاذ حمرها حمزة ابن عبد المطلب ما عبد الله ابن عمرو بن حرام من؟ حمزة ابن عبد المطلب بتككل هل تملسم شي ودا أسرى أرتنيا ونمتا أسرى أرتنيا وكتر تياكي لا إله إلا الله يميلون قال ملو تككلنيا ترقمون تكشيلا كالله بستقر بقال لباحق مملك أملاك يلم خانم بتككل تملسو الله تاتشن بحق يمتلو قالني تفلقتو كالله بكر بونتي مملك يلم مالتنو تاتشن فوزيا لا تساطفوش كلبنا مسجل ألم بارك الله فيك آمين آمين جزاك الله خير تاتشن لا تساطفوش كلبنا مسجل ألم الشي ودا زرزر تشن النملس قالون يتناقروت حسن البصري ناتشو قالوا من دنهم بئس الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقك جنزب مننيا يكفى قادنيا نو قالوا قال تليه بهون انجي من مليتك ما هيشلم عند سو يهون نجر متكم كفلقه جنزبون دي تكمو فلقو كهونا يا جنزبو قال كادو ليتكمو هيشلم ويمكرسو قال تليه وليتكمو هيشلم مننيا يكفى قادنيا نو يلال حسن البصري رحمه الله ينن قال يتناغروت الناسو ناتشو ايه قال انجدي جامع يهونا طببن يتلبس مولو طبب يهونا نغغر نو عند سو دنيا يرسو اندال هونهچنا غزياوي يهونن طقم بيچا كتقمچو بهالا يمتكداو مهونون يميغنزببت نغغر نو زاري عند سو عند بر اوتتو 10 بر اوتتو 100 بر اوتتو 1000 بر اوتتو የሆነ ነገር ሊጠቀም ይችላል ያ ገንዘብ የሚጠቅሙ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ከዛ በኋላ የሚመጣው ሌላ ገንዘብ ነው የሚሆነው ማለት ነው وكذلك الدنيا بأسرحتها ዱንያም ደግሞ በአጠቃላይ ስናያት የሷ ጥቅም እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው ባላት ጥቅም ባላት ሰዓት ትጠቅማለች ከዛ በኋላ ጥቅሙ ካለፈ ወይም የርሷ ጊዜ አልፎ ከሆነ ምንም ሊጠቀም አትችልም ማለት ነው ማንም ይሆን ማን ዱንያን የሚጠቀመው ወይም ከዱንያ መጠቀም የሚችለው ግዚያዊ የሆነ ጥቅም ብቻ እንደሆነ ከዚህ ንግግር መገንዘብ ይችላል ነው እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች ያልተዘረዘሩ ጥያቄዎች አሉ ከዚህ በላይ መሄድም አልተቻለም ከሰዓት አንጻር የሰዓት ጥበትን በጣም ያስተገረን ያለው ታላቅ ቅርታን ጠይቃለን ኢንሻአላህ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከሆነ የተወሰኑ ዝዝሮችን ሳምንት ይዘን እንመጣለን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ ፕሮግራማችን ላይ እየተዝናናችሁ ብዙ ወቀቶችን እየወሰዳችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ምናልባት በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አስተያየት ወይም ደግሞ መጨመር አለበት መቀነስ አለበት ያካሄድ ቅየራም ደግሞ መደረግ አለበት የሰዓት ቅየራም ደግሞ ቢደረግ በላጭ ነው የሚትሉ ሰዎች በተለያዩ በአፍሪካ ቲቪ በሚሰራጩ የቀጥታ ስርጭቶች ላይ የሚሆን በፌስቡክ ገጻችን ላይ አስተያየታችን ብትሰጡን ኢንሻአላህ አስተያየታችሁን ተቀብለን የእናንተን ፍላጎት ለማሳካት ጥረት እናደርጋለን የዛሬውን ፕሮግራም እዚሁ ላይ ለማጠናቀቅ ነው የምንገደደው የተከታተላችሁት የነበረው ፕሮግራም በአፍሪካ ቲቪ በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ የነበረውን የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችንን ነው የዛሬውን ፕሮግራማችን እዚሁ ላይ ለማገባደድ እንገደዳለን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ሆኖ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته